السلام عليكم، برحب بحضراتكم مع أول حلقة في برنامج كلامنا في المضمون. برنامج كلامنا في المضمون فكرته ببساطة شديدة برنامج اجتماعي سياسي ثقافي متنوع، هنتناول فيه إن شاء الله كل الموضوعات وكل الآراء اللي تهم الشارع المصري. احنا النهاردة اخترنا موضوع أعتقد إن هو بيهم شريحة كبيرة جدا من المجتمع المصري، وهو الطلاق وتأثيره على الأسرة وعلى الأولاد. خلوني بس في البداية أرحب بزميلتي العزيزة مروة عبد الهادي. اهلا بيك يا أهلا محمد، بيكي منورانا. ده نورك. استكمالا لكلام زميلي محمد، النهارده عايز اقول لك ان موضوع الطلاق انتشر بطريقه غير عاديه في مجتمعنا بعكس زمان. زمان ما كانش فيه نسبه الخلع والطلاق بنسبه كبيره. عايزين نعرف تفاصيل اكتر معاكم من خلال برنامجنا النهارده. هيكون معانا ضيوف مهمين جدا، بس انتظرونا بعد الفاصل. ايه اكتر المشاكل اللي بتواجه حضرتك مع زوجتك؟ نعم، ايه اكتر المشاكل اللي بتواجه حضرتك مع زوجتك؟ المشاكل المادية. ايه اكتر مشكلة مثلا زعلتك في حياتك؟ تلفظت بلفظ ما عجبنيش. طب ايه نظرتك للعلاقة بين الزوجين او الطرفين بالمثالية؟ والله يعني لو الزوجة متجاوبة مع جوزها يبقى العلاقة بتبقى ماشية عادية خالص. لو الست مش متقبلة الزوج واهجرهن المضاجع زي ما بيقول الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب شكرا. ايه الحاجات اللي ممكن تزعلك من شريك حياتك؟ عدم الاهتمام. طيب بتقول للطرف التاني انك زعلان ولا بتنتظر وقت معين؟ لا، بنتظر وقت معين. ونوع العتاب ايه بقى؟ بالتلميح. انت مرتبط؟ اه. طب ايه اكتر حاجة بتضايقك منها؟ العند. خناقاتكم كلها بتبقى بسبب الموضوع ده؟ لا، بسبب صحابنا. ازاي يعني؟ اه، لما بننزل بقى بنتخانق عشان انا المفروض احاسب وهي بتقول ان احنا الاثنين بناخد مصروف من بابي وماما، فلازم احنا الاثنين بقى نحاسب. بس عندك اخوات ولاد؟ اه عندي. طب ايه اكتر حاجه بتتخانقوا بسببها؟ لبس. ازاي يعني؟ اللي انت لابساه ده، اللبس ده قصير قوي او ضيق قوي. تحكمات يعني؟ تحكمات. طب ايه مواصفات فتى احلامك؟ كشخصية ان هو يكون يعني محترم، ويعني يعني يكون يعني يكون مثلا يعني متفهم، يكون بيفهم اللي قدامه. بس وبس. شكرا. خلاص يلا تعالى. انت بتحب بابا اكتر ولا ماما؟ ماما. طب مين اكتر واحد فيهم بيبقى غلطان؟ بابا. طب انت بتقف في صف مين مثلا لو حصلت مشكلة؟ ساعات كده وساعات كده، يعني ساعات بقف صف بابا ساعات بقف صف ماما. طب قول لنا كده، ايه مواصفات فتاة احلامك؟ ان هي تبقى محجبة و محترمة وبتصدق. بس شكرا. حضرتك متجوزة؟ اه. متجوزين بقالكم كام سنة؟ 7 سنين. طب على مدار السنين دي ايه هي اكتر حاجات كنت بتتخانق بسببها؟ ممكن الولاد مصلحتهم، بيحبوا ايه ما بيحبوش ايه. انا هو ممكن يبقى متخيل هما بيحبوا حاجه وهما مش بيحبوها، او انا فاهمهم اكتر عشان انا قاعده معاهم اكتر. طب ازاي كنت بتحلوا المشاكل دي؟ والله ساعات يعني ما بتتحلش بقى، كل واحد خلاص مصر على رايه او هو شايف ان هو صح، وساعات بتتحل ان هو بالتجربه، يعني ان هو يتعامل معاهم اكتر فيحس ان هما فعلا ده مناسب ليهم اكتر. طب حضرتك شايفه مين اللي بيبقى غلطان؟ مفيش حاجه تقدري دايما تقولي بشكل مطلق ان هو اللي غلطان دايما او انا الغلطانه دايما، يعني دي حاجه نسبيه بتختلف مع موضوع المشكله، ما تقدريش تقولي سبيسيفيك. عفوا. من وجهة نظرك مين دايما اللي بيبقى غلطان، الراجل ولا الست؟ من نظري انا الراجل. طب ليه؟
أغلبية المشاكل اللي بتظهر من الرجالة عندي. طب عندك أب؟ عندي. طب إيه أكتر مشكلة بتواجهكم مثلا؟ إحنا أغلبية المشاكل ما بينا تافهة جدا زي ريموت التلفزيون. إيه أكتر حاجة بتسبب مشاكل بين الراجل والست؟ في مشكلتين كبار وهي أهم المشاكل طبعا. أول حاجة المادة، المادة بين الراجل وسته الأيام دي بالذات. والمشكلة التانية مش الخيانة الزوجية، يعني إن في علاقة خارج العلاقة الزوجية، يا إما من الطرف الراجل يا إما من طرف الست، ودي برضو أكبر مشكلة. طب إيه التصرفات اللي ممكن يعملها الطرفين عشان حياتهم تبقى سعيدة؟ الصراحة ودي ما أعتقدش إنها متواجدة قوي يعني. طب حضرتك تنصحي أي اتنين عشان حياتهم تبقى سعيدة؟ ما هي دي بتبقى مختلفة بقى، من يعني من كل اتنين بتبقى ظروفهم غير التانيين، فانت هتنصحي بايه؟ هتنصحي بالصراحة ولا بالامانة ولا بايه؟ ما كل واحد مشكلته مختلفة عن التانية، كل بيت ليه مشكلة مختلفة عن التانية، فصعب انك تنصحي. بتواجه حضرتك مع زوجتك؟ نعم. ايه اكتر المشاكل بتواجه حضرتك مع زوجتك؟ المشاكل المادية. ايه اكتر مشكلة مثلا زعلتك في حياتك؟ تلفظت بلفظ ما عجبنيش. طب ايه نظرتك للعلاقة بين الزوجين او الطرفين؟ بالمثالية والله، يعني لو الزوجة متجاوبة مع جوزها يبقى العلاقة بتبقى ماشية عادية خالص. لو الست مش متقبلة الزوج وهجرهن المضاجع زي ما بيقول الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب شكرا. نعم. ايه الحاجات اللي ممكن تزعلك من شريك حياتك؟ عدم الاهتمام. طيب بتقول للطرف التاني انك زعلان ولا بتنتظر وقت معين؟ لا بنتظر وقت معين. وليه ما يتم بقى؟ بالتلميح. انت مرتبط؟ اه. طب ايه اكتر حاجة بتضايقك منها؟ العند. خناقاتكم كلها بتبقى بسبب الموضوع ده؟ لا بسبب صحابنا. ازاي يعني؟ اه لما بننزل بقى بنتخانق عشان انا المفروض احاسب وهي بتقول ان احنا الاثنين بناخد مصروف من بابي وماما، فلازم احنا الاثنين بقى نحاسب. بس عندك اخوات ولاد؟ اه عندي. طب ايه اكتر حاجه بتتخانقوا بسببها؟ لبس. ازاي يعني؟ اللي انت لابساه ده، اللبس ده قصير قوي او ضيق قوي. بنرحب بحضراتكم من بعد ما شفنا التقرير، ودي كانت بعض من آراء المتابعين البرنامج ليه نسبة الطلاق وصلت لأرقام كبيرة في مصر. خلونا نتابع بقية فقرتنا، واللي حابب يشاركنا موضوع الفقرة والحلقة يتواصل على أرقام التواصل أو على صفحة البرنامج كلامنا في المضمون. ويسعدنا وشرفنا يشاركنا النهاردة في الحوار فضيلة الشيخ أشرف عبد الجواد من علماء وزارة الأوائل. أهلا بيك يا فندم، منورنا. كمان معانا استشاري أسرة تربوي الدكتورة رضوى الغريب أو غريب. رضوى غريب. أهلا بيك. وكمان مشاركنا في الحوار مدام أم مصطفى، هنعرف إيه حكايتها وإيه موضوعها. خلونا نبدأ بحضرتك يا مصطفى، ممكن تحكي لنا إيه حكايتك مع الطلاق وليه اتطلقتي؟ حكايتي مع الطلاق ان انا كنت عايشة ما فيش مشاكل ولا حاجة، بس هو كان بيشرب بس بقى كتير بقى. طب في البداية بس عايزين نعرف اتجوزتوا ازاي؟ هل اتجوزتوا عن حب ولا اهلك اللي رشحولك، ولا الموضوع كان ماشي ازاي؟ اهلي رشحوك. جواز تقليدي. فقلت لهم بيشرب، فهو كان بيشرب فعلا. بيشرب ايه فندم؟ بيشرب مية ولا بيشرب ايه؟ مخدرات. تمام. بس كان يعني مش كده. يعني ما كانش كده عشان نوضح بس. يعني كان خفيف كده عادي. كان في الاول خالص. يعني انت حضرتك كنت عارفه من الاول خالص ان هو بيشرب؟ طب وليه قبلت بوضع زي كده؟ ما هم قالوا لي انت هتخليه يبطل وهو ما يتجوز يعني العيله وكده، انت ما هي ما يتجوز هيهدى وهيعقل مش هيشرب وهيثبت حاله يعني. ف ما صممتيش على رايك ليه؟ ما يعني عندنا زي ما تقولي كده ايه يعني، اقتناع ولا ارتياح في البدايه؟ لا هو يعني عايزين يجوزني وخلاص يعني. لا فيش حاجه عايزين يجوزني وخلاص دي.
وبعدين كملي اصلا. كملي. فخدته بس برضه بيشرب، بس بعد كده بقى يزيد. العيال كانوا مش فاهمين حاجه بقوا يفهموا، كبروا. فبقول له العيال كبروا ما ينفعش ان انت، قال لي لا ما هو مش جديد عليكم ده العادي بتاعي. ثم العيال بقت تفهم، كانوا اطفال اكيد كبروا وفهموا. اه فعندي ولد فيهم بقى يعترض، بيعترض بيكسر ان بقى الفلوس قلت، ما بقاش في مصاريف زي الاول، طبعا لازم يجيب حاجته قبل البيت. حاولتيش تناقشي معاه؟ كتير ما فيش فايده. فبقيت انزل شغل، طبعا الولد ده اعترض اكتر بقى، ازاي ان انا انزل شغل وهو مش متعود ان انزل شغل. فبقى يكسر في البيت اي حاجه قدامه يكسرها. ده مين اللي بيكسر في البيت؟ ابني. جات له حاله نفسيه ان بسبب والده ان هو المدمن وخطر. طب رد فعل والده كان ايه في الحاله اللي زي دي؟ خلاص بقى سلبي، ما بقدرش يتكلم معاه بقى، كل يوم في مشاكل في البيت، كل يوم في خناق في البيت، ما بقاش بيت بقى خلاص، ما ينفعش تعيشي فيه. هو رد فعله ايه على تصرفات الولد؟ ما كانش بيعلق عليها ولا كان بيعلق؟ ان هو ان مره مسكناه انا ووالده ضربناه. لا هو ضربه مش يعني هو ضربناه يعني عشان يعني ما يقولش ان احنا يعني مش قادرين عليه. فالواد عمل ايه؟ تاني يوم ولع في يا ساتر يا في الانتريه. طب وفي النهايه وصلت العلاقه لايه؟ للطلاق ولا الخلع ولا ايه؟ لا طلاق. طلاق. حضرتك اللي طلبت الطلاق؟ ما انا مش عارفه اعيش. تمام. طب دكتوره تعليق حضرتك ايه على المشكله اللي معانا؟ هو من الاول المبدا كان غلط، يعني ان هو بيشرب على خفيف مخدرات وهيبطل، فهي من الاول ما حطتش رولز او قواعد علشان تمشي عليها، او الاهل ضغطوا عليها علشان هي تتجوز. يعني هي اللي عرفته منها برضو ان هي اتجوزت في سن صغير جدا، فمالها ما كانش لها الراي في ده. فده طبعا حاجات كتير يعني امهات كتير او بالظبط على راي الاهل. احد العوامل اللي بتخلي الجواز ده من الفشل بنسبه 90% وارده فيه. لان الاب والام بيكونوا شايفين لهم نظريه ان بنتهم هتكون سعيده مع حد ماديا كويس، وفي نظريه وردك ان هم بيفهموا اكتر منهم. بالظبط. لا طبعا هو ميزان القوى اختلف تماما. يعني زمان كان الاب والام شايفين لبنتهم، مش دايما بيكون شايفين الصح. في دنيا بتتغير وفي نشاطات بتزيد علينا، وعي بيزيد علينا، وثقافات ثانيه احنا عشناها غير والدي ووالدتي. يعني انا عشت ثقافات. طب في الحاله دي كانت المفروض تعمل ايه؟ صح. كان في الحاله دي كانت المفروض انها من الاول كان يبقى رفض، بس بما ان كان سنها صغير جدا وكملت في الموضوع ما كانش كانت تحاول تعمل ستوب، يعني تحاول من الاول كده يكون في قواعد ماشيه عليها في حياتها، وان انا مش عاجبني ده هي استنت لحد ما الموضوع تكاثر وكبر جدا، يعني لدرجه انه اثر على يعني ابنها ده دلوقتي عنده كبت من اللي بيحصل. ده عنده مشكله نفسيه كتير. مشكله نفسيه كبيره جدا مسببت له كبت واذى نفسي وعدم كمان. تمام. فضيلة الإمام، كنا عايزين نعرف من حضرتك بالنسبة للشخص أو الراجل اللي بيشرب مخدرات، وأنا عرفت قبل ما أتجوز إن اللي جاي أتقدم لبنت ده بيشرب مخدرات، أقبله أو أرفضه أو أعمل إيه؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. إن شاء الله برنامج موفق وحلقة موفقة إن شاء الله بإذن الله تعالى. هي بصراحة مشكلة أم مصطفى تقريبا لخصت كذا حاجة، مش حاجة واحدة، في مسألة أسباب الطلاق، منها الزواج المبكر. تمام. يعني لو حضرتك حبيت تعد. طب ما هو الزواج المبكر كان على ايام سيدنا رسول الله، كان في جواز مبكر. ماشي. بس زي ما الدكتوره قالت تمام كده الوضع اختلف. تمام. موضوع السيده عائشه، انا محتاج اوضح يعني ايه الوضع اختلف. الوضع اختلف. زمان ما كانش فيه تعليم بالكيفيه اللي احنا فيها، ما كانش فيه تكنولوجي بالكيفيه اللي احنا فيها. يعني حضرتك تدخل التكنولوجي طبعاً. الحديث عامل اساسي طبعاً. في الانفصال. عادات العرب. يعني موضوع زواج السيده عائشه دوت في سن 9 سنين الحديث صحيح، لكن هذا كان على عاده العرب. لكن النهارده ما ينفعش اجيب واحده عندها 9 سنين، مستحيل، ما ينفعش. او حتى مثلا زي ما القانون عندنا عامل، واخد بال حضرتك، ابتداء من 18 سنه، وبرضه ده سن صغير، يعني برضو ده سن صغير، بس القانون حطه على اساس لان فعلا برضو في تجاوزات، فده الليمت، واخده بال حضرتك عشان خاطر ايه ما حدش يتعدى. فمشكله ام مصطفى لخصت حاجات كتير جدا، زي ما قلت لحضرتك، الزواج المبكر، سن مبكر، لسه لم تنضج، لم تستوعب، ما عندهاش الوعي الكامل، ما عندهاش كذا. تمام. وبالتالي كان تأثير الأسرة عليها أقوى منها، ما قدرتش تقول لا. خد بال حضرتك، واحدة اتجوزت على أيام حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. فراحت لحضرة النبي بتقول له إيه؟ إن أبي زوجني ليرفع بها خسيسته، كان يعني هو دون شوية، واخد بال حضرتك، وجاي له حد من علية القوم، فجوز البنت. تمام كده. فحضرة النبي صلى الله عليه وسلم جعل الأمر لها، أنت رأيك؟ قالت أجزت ما فعل أبي، لكن أردت أن يعلم النساء
أنه ليس للآباء من الأمر شيء. المفروض الأب ما يجبرش بنته خاصة في موقف زي ده. ولذلك طب ولو أكبرها رأي الشرع في الجواز المكره، الجواز المكره لو اكتملت الأركان الصحيحة بتاعته هو الزواج صحيح، لكن ما هو ما حصلش الرضا. بالظبط بالظبط. لكن طالما اكتملت الأركان، ما دي مسألة فقهية، طالما اكتملت الأركان الإشهار والولي وكذا وكذا فالزواج صحيح، لكن هي نفسيا مش قابلة ومش راضية، فهتبقى العيشة مستحيلة. فهل هو يعتبر حرام شرعا ولا مكروه؟ نقول مكروه؟ هنقول مكروه. نقول مكروه زي الموقف اللي حصل مع الست اللي راحت لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم دي. تمام. موقف أم مصطفى لخصوا حضرة النبي في الحديث: إذا جاءكم من ترضون دينه أولا وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. كذلك المرأة تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فحضرتك منتظرة ايه من انسان مدمن اذا كان مخدرات او ما شابه، اي وضع منتظرة حضرتك ايه منه؟ لازم العملية هتسوء بزيادة، والامور هتبقى يعني على زي ما حصل كده وصل به الادمان. اكيد طبعا هيبقى في اهمال في البيت من ناحية المصاريف، اكيد هيبقى في اهمال في تربية الاولاد، اكيد هيبقى في اهمال في الزوجة، فاضطرت هي تنزل لي العمل وتشتغل وعشان خاطر تكفي بيتها وتصرف على أولادها. فكان ما بني على باطل فهو باطل، المبدأ من الأساس كان خطأ، كان خطأ. لذلك لما استمرت العلاقة بهذه الكيفية الخطأ، للأسف كانت النتيجة أو كانت الحتمية، النتيجة الحتمية للموضوع أنه إيه؟ الانفصال. فده شيء طبيعي، ده شيء طبيعي. طيب دكتورة دكتورة عايزين نعرف برضك الزواج والطلاق والخلع ماشي، ده بيكون حل للحالات النفسية ولا احنا بنعمل ايه بالظبط؟ يعني هو احنا بنعالج الحالة النفسية للطفل، بس في ناس من وجهة نظرها ان ده مش حل، لا انا اكمل احسن علشان خاطر في ناس بتقول برضه انا لو كملت مش هعرف انفد بولادي كويس، ولو ما كملتش فمستقبلي انا اللي هيضيع. في ناس بتختار ده وفي ناس بتختار ده. الطلاق امتى هيكون كويس للست او للزوجة او للاولاد ويكون صحي؟ زي ما بنقول الطلاق الناجح، في طلاق ناجح مش بس الطلاق بيكون فاشل. يعني امتى يكون الطلاق الناجح؟ الطلاق الناجح ده بيكون خلاص لما الدنيا خلاص وقفت خالص، مفيش اي ما بينهم اي كلام او اي علاقات، او الدنيا بقى فيه نفور تام ما بين الزوج والزوجه، بيكون استحاله العيشه، استحاله العيشه خلاص بقت مستحيله. بنبدا نمهد الاول للاولاد عشان النفسيه اللي هي بتتاثر. طب انا في حاجه حيراني جدا يا دكتور، ايه هي؟ ان الجواز في الاول المفروض ان هو بيتم برضا الطرفين، اعتقد كده هو المفروض، في فتره خطوبه وفي فتره تعارف، بس فتره عليه. الخطوبه دي دايما بنقول عليها فتره البلاستيك، اللي هي ايه؟ احنا المسك. عمالين نوري ايوه الماسك اللي عمالين نوري لبعض احلى ما فينا، لكن الحقيقي بيبان بعد الجواز، وبيبان بعد الجواز بمده، مش بشهر او اتنين، بيبان بعد سنتين مثلا. بس اكيد بحد اقصى في تفاصيل يا دكتوره كده بتقع الماسك في بعض الاوقات، بتقع الماسك بس مش دايما. في ناس شاطره جدا في ان هي تلبس القناع وتقدر تقنعك ان هي كويسه جدا، تيجي بعد الجواز بس المواقف بيبان بيبين. مش دايما، مش دايما. في ناس شاطره جدا في الحته دي في التمثيل، في شاطره جدا جدا في الحته دي، بتقدر تتبين للي قدامها ان انا شخص اهو كامل وهتتجوزيني هتبقي اسعد واحده، بس هو زي ما الشيخ قال ما ترضون دينه وخلقه في الاول، الدين والاخلاق. بعد كده بيبدا يوصل معانا المشاكل اللي بتقابلنا او الحاجات اللي بتقابلنا بقى بالراحه، بناخدها برولز كده معينه من ايام الخطوبه، انا عايز اعمل واحد اتنين تلاته. فلما بنمشي على القواعد دي بتبقى الدنيا اسلس شويه او بطريقه سلسه اكتر. معينه اللي اي واحده ممكن تختار بيها شريك حياتها، في اكيد حاجه مناسبه لشخصيتي. اكيد اكيد. اول حاجه انا دلوقتي طبعا هو بعد الدين وبعد الاخلاق، انا ببدا ابص للتعليم اول حاجه، الثقافه، العيله اللي انت طالع منها. طبعا كل واحد طالع من عيله عنده ثقافه مختلفه غير التاني. انا اتربيت بطريقه وهو اتربى بطريقه، بنبدا نجمع النقاط اللي ما بيننا مشتركه. يعني انا عندي نقطه نفس النقطه دي عندك، تكاد تكون النقاط مثلا 5 من 10، 6 من 10، كل ما بتعدي الخمسه كل ما بتبقي قادره تقولي ان الجوازه دي ناجحه. يعني مثلا ثقافتي، ايه بقى المعايير بقى اللي نقول الجوازه دي ناجحه؟ ما هي النقاط المشتركه ما بيننا في عائلتي وعائلتك، اللي انا اتربيت عليها وانت اتربيت عليها، في ثقافتي وثقافتك، في تعليمي وتعليمك. يعني بمعنى ان انا مثلا ما ينفعش ان انا اجيب حد مش متعلم خالص اتجوز دكتوره،
هتلاقي دايما ميزان القوة بيختل او في فجوة في النص وهو مش فاهمها وهي مش قادرة تفهمه، فبيحصل في النص تدارك افكار غلط ما بين الاتنين. فدي في ناحية بيحصل بعد كده لما بيحصل وجود اولاد، خلينا استاذك نحط حلول للمشكلة دي. هل يعني اعتقد ان بعض الدول في اوروبا ابتدت يعملوا مراكز تأهيل قبل الجواز؟ في كورسات دلوقتي، في كورسات للمتزوجين، ناس كتير بدأت تعملها في مصر كمان مش بره مصر. ممتاز جدا، عشان نقلل نسب الطلاق دكتور. ممكن يكون في حب بس ما فيش احترام، هل الجواز ده ينجح؟ الحب هيجيب الاحترام، استحاله يكون حب من غير احترام، بس لو اذا وجد هيكون نسبه الحب بتخليه ان هو مش احترام بقى، ساعتها هيبقى عايز من حبه فيها مش عايز يزعلها. لا بيحصل العكس، هو طيب. بيحبها بس ما فيش بس الغيره. اسمحي لي عشان فاضل دقيقتين. فضيله الامام، ايه هي المعايير اللي حافظ بيها على البيت عشان ما يبقاش نوصل لنسب الطلاق كبيره دي؟ انا عايز بس ادعم الكلام اللي قالته الدكتوره. اتفضل. سيدنا النبي قال لنا ايه؟ تخيروا لنطفكم فان العرق دساس. وحديث اخر، اياكم وخضراء الدمن. قالوا وما خضراء الدمن يا رسول الله؟ قال المراه الحسناء في المنبت السوء. بعدنا عن الدين، بعدنا عن الدين هو اللي وصلنا للمراحل دي. زي ما كنا بنتكلم قبل الهوا، البعد عن الدين. وايه تاني؟ البعد، لا ده ما هو ده اساس. بص حضرتك، ده الـ 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 العنوان الرئيسي. تمام. وبعد كده تفرع منه كل شيء. ليه؟ زي ما حضرتك قلت، في اوروبا عملوا مراكز تأهيل او كذا او كذا. احنا ممكن نعمل ده في ديننا، ان انا النهارده السوشيال ميديا الكذا الكذا، وفي عندنا برضو حاجات زي كده هنا، واخد لبال حضرتك. اجيب كتب، اقرأ سيرة حضرة النبي، كيف كان يتعامل حضرة النبي مع أزواجه، مع زوجاته، ازاي زوجات سيدنا النبي كانوا بيتعاملوا معاه، واخد بال حضرتك. يعني المفروض ده اللي يحصل، واخد بال حضرتك. ده كله هيؤدي الى تقليل هذه النسب. وبعدين النهاردة الحاجات الكارثية اللي احنا بنسمعها، الامور وصلت لحد القتل والحد الحرق والحد اللي رماها من البلكونة واللي حاول يقتلها واللي حاجات. لا، ما هو في ناس بتستغل الدين في حته ان واضربهن، الايه الكريمه بتقول. لا 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 لا، لا. سعادتك الضرب دوت، واخد لبال حضرتك. اولا الضرب المرحله رقم 3، تمام؟ المرحله رقم ايه؟ 3. 3 اللي هو الضرب. الضرب ايه بقى؟ الضرب من هو ما هوضح. وبالشوم. لا 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 يا فندم، لا ما انا هوضح اهو. الايه قالت ايه؟ واللاتي تخافون نشوزهن، ها، نمره 1 فعظوهن، نمره 2 فاهجروهن، نمره 3 فاضربوهن، فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. يعني ايه؟ ما ايوه، ما انا هقول اهو والله، ما انا هقول. لا والله يا فندم، لا اصل الناس ممكن تاخد الحته دي وتبدا بقى الضرب. عشان فاضل لي دقيقتين استاذنك، نصيحه اخيره من حضرتك كده. نصيحه اخيره من حضرتك. تمام. هو طبعا بيتكلم عن نقطه الضرب. طبعا الضرب في ايام الرسول عليه الصلاه والسلام هو اكيد كان هيقول كده، ان كان يعني ضربه كان بكتير وكده. لا السواك، ده الحديث ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده لا امراه ولا خادما، وما ضرب بيده الا ان يجاهد في سبيل الله. الحياه بس عايزه افسر الحياه الزوجيه بس في كلمتين. ان احنا المفروض الحياه الزوجيه دي احنا عملناها علشان الهدوء والسكينه. ايوه، زي ما ربنا وصفها. زي ما ربنا قال ان احنا ايه، وخلقته من خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده. الفكره كلها ان لما بيحصل طفور في العلاقه، او لما بيحصل عند، او لما بيحصل كده، كل ده في ايدينا احنا ان احنا نغيره. كلمه اخيره، نصيحه اخيره في ايد الراجل وفي ايد الست يمشي حياتهم زي ما هم عاوزين. ما يلجؤوش للطلاق لما يشوفوا مستقبل اولادهم هيبقى عامل ازاي بعد الطلاق. تغليب المصلحه العامه، المصلحه العامه على المصلحة. ليس كل مباح متاح. بالزبط. يعني هو الطلاق مباح، ولكن ليس كل مباح متاح. صح. نشوف الاول اولادنا هيوصلوا لفين عشان ما نوصلش للي حصل مع ام مصطفى. الحياه سلسه بس بعقليه افضل، يعني نفكر شويه بره الصندوق، نشوف ونتعلم. ونعتمد على المراكز اللي قلنا مهمه جدا. يعني تأهيل قبل الجواز بيكون راحه، بس لما اشوف الاول المصلحه العامه بتحكم بيه. في اطفال، في اولاد، هيبقى مصيرهم ايه بعد الطلاق؟ طيب. تمام. للاسف وقت فقرتنا خلص. عايزين نشكر ضيوفنا، استشاري اسره تربوي الدكتوره رضوى غريب، وبنشكر ام مصطفى على مشاركتها لينا في البرنامج، وكمان بنشكر فضيله الشيخ اشرف عبد الجواد من العلماء. نورتونا وشرفتونا.